بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. نبدأ بإذن الله تعالى بشرح مختصر لمتن يسمى متن الأصول الثلاثة. شيخنا رحمه الله، شيخنا حفظه الله، مطلب الشيطان هم بينمو بما حمد وثناء الله سبحانه وتعالى سوسيرا ذي كومت لو سناكم من فوكلارين أبوكن سم كالت دي تري جرون لك دي برنسيبر. نعم، قبل أن نبدأ بشرح هذا المتن المبارك نسأل أسئلة خمسة. Før vi begynner å forklare boken, så kommer vi til å spørre fem viktige spørsmål. السؤال الأول. Første spørsmålet. لماذا ندرس التوحيد؟ Hvorfor studerer vi توحيد؟ لأن التوحيد هو حق الله سبحانه وتعالى على العباد، على الخلق. Fordi det er الله سبحانه وتعالى. Vi studerer توحيد fordi det er الله رett over hans slaver. خلقنا لنوحد الله. Og vi ble skapt for å tilbe kun الله سبحانه وتعالى. لا يقبل الله سبحانه وتعالى أي عمل إلا بالتوحيد. الله سبحانه وتعالى accepterer ingen god gjerning بوجهت ما توحيد. ولا يدخل الجنة إلا موحد. وإن جنة أنت رسيك بوجهت فرعين سوم تلبر كون الله. حتى لا نقع في الشرك. هلت تلاد في also في سدير التوحيد فرد في كسك فضل شرك. ثم قد يسألنا إنسان من الناس يقول هل أنت مسلم؟ ده كان هنا نونس بيروس. تقول نعم. مسلم. تقول نعم أنا مسلم. دوسي يا مسلم. موحد. أدو أنت سوم تلبر كون الله؟ تقول نعم أنا موحد. نسي يا تلبر كن الله سبحانه وتعالى. يقول اشرح لي بين لي ما هذا التوحيد. سوسبرانداي فوتيل ماي فاد فوكلار ماي مينينغنا توحيد. نعم وقد يسألك أيضا سائل يقول هل أنت مشرك؟ ودو كان ده كان أنا دوبلي سبيرت أدو مش مشرك أدو إن سوم أسوسيير بارتنر مع الله. تقول أعوذ بالله أنا لست بمشرك. نسي يا سوكر تلفتو صلى يا ريك فرا دي سوم تلبر أندرنا الله. يقول لك اشرح لي هذا الشرك إذا كنت لا تعرفه نقول لعلك واقع في الشرك وأنت لا تدري عنه. Hvis han spør deg om å forklare hva kirken er, og du ikke klarer å forklare det, så kan det hende at du har falt i kirk uten at du vet. إذن أوجب الواجبات وأول واجبات وأول علم يبدأ به الإنسان هو علم التوحيد. Så derfor det viktigste og det første man starter med, og det første man starter med å lære er توحيد. ولا بد يتعلم الشرك حتى يحذر منه ويحذر منه نسأل الله العافية والسلامة والله أعلم. Og han må lære kirk sånn at han ikke faller i det. Og sånn at han kan advare andre mot det, og Allah vet best.